ماشي، عند الكاتاراكت، عند بسمة، عند فندق بسمة مثلا، يعني مش اعلانات بس هو يعني الحاجات الواحد عارفها، المتحف النوم، وانت واقف كده لقيت واحد ماسك تمثال لطهركة وحطه فوق كتفه وواقف، ويلا يا جدعان على 30,000 30,000 30,000، فيجي واحد يقول 40,000 40,000، مزاج شغال، قالوا انا على دول تريد بيع ب 100,000 قدام عينك. ده اللي بيحصل في العالم الان. فالحمله الشعبيه اللي انا عملتها على الفيسبوك فوجئت بقى، فوجئت ليه؟ اوقفوا بيع اثارنا المصري. فوجئت يا فندم، مفاجاه، الشركات منهم نسبه ما اعرفهاش دخلوا معايا في الحمله ابهار بقى، بوسترات ايه؟ انجلش ايه؟ لقيت حد بيترجم فرنش ايه؟ لقيت حد، عشان ما نتكلمش نفسينا بقى طول الوقت، ها؟ لقيت دكتوره ربنا يبارك لها يلا من جامعه القاهره، راحت هي دكتوره اسباني، فراحت مترجمه بالاسبانيه، راحت منزله عندها، واللي ترجم بالفرنش، واللي ربنا يبارك له شاب جميل، راح عامل ثلاث اربع بوسترات تيبل تحفه، ها؟ لقيت طالبه جامعه القاهره شابه لطيفه لسه في الجامعه، راحت عامله لي بوسترين وضغط، والناس عماله تكتب وبتاع، ولقيت الاعلان بيتصل والتلفزيون، والتلفزيون ماسكينه وراح جايبني، ايه الحمله الشعبيه دي؟ طب وزاره الاثار شغاله، انا شايف انها شغاله في خلال السنين القليله الماضيه دي في استرداد اثارنا بصراحه، لكن برضو احنا عايزين نبين للعالم ان احنا بقى معترضين، بقى الشعب معترض. هتقول لي يا بسام هتقدر ترجع مسله فيله؟ هتعرف ترجع مسله رمسيس الثاني من باريس اللي اداها محمد علي؟ والعجيب ان احنا محمد علي مؤسس مصر الحديث، يا عم استنى بس يا عم شويه بقى، اقرا تاريخك صح، مؤسس ايه وبتاع ايه يا عم؟ ما تشوف الراجل عمل ايه، زي ما انت عمال تفخم فيه وتقول عمل حاجات حلوه، اقرا برضو السلبيات بتاعته. انا في دار الاوبرا عملنا محاضره اسمها محمد علي الذي لا تعرفه، او الذي لا نعرفه. لو انت حضرت المحاضره دي هتطلع منه بتضرب كف على كف، بنكمل اثباتات محمد علي عمل ايه سلبيات في بلدنا، منها انه قام الصبح قال لك يلا حد مسلات هديه، انا اعرف تدي قلم هديه، تدي ميداليه هديه، واحد عجبته الحجاب طب حد هجيب لك طرحه هديه، انما تدي مسله هديه؟ مسله مين دي سياده الفن؟ مسله بابا؟ ولا من حق، ولا اي مدير، ولا اي وزير، ولا اي رئيس، لان دي بتاعتنا كلنا من اول الرئيس لغايه الاخر. ففوجئت بان في، مش عايز اقول طفله لان طفله هي عشان سنها صغير، بس دي عملاقه هعرفكم عليها دلوقتي. وانا اصريت ان في وسط محاضرتنا عن عبقريه النهضه اقول لكم ازاي ان المصريين برضو جواهم حبهم لحضرتهم وتاريخهم. هعرفكم على طفله عملت 15 20 ثانيه فيديو اهلها صوروها وقالت اوقفوا بيع اثارنا المصريه، بس قالتها ازاي بقى؟ قالتها بالعربي زي ما كلنا بنقولها، ثم تفاجئ العالم بانها قالتها بلغه الاشاره للسم والبق وضعف السمع. اي رقي اخلاقي هذا؟ اي انسانيه هذه؟ ان انت مش مجرد بقى عمال تقول لا، ده انا بكلم كله، ده انا بتحقق اي من متحدي عطى ان هو يعرف بلده وتاريخه ماشي ازاي. خدت الفيديو نزل، عمل تشهير على الفيسبوك تحفه ما شاء الله، عايز كلكم تشيروا. بعديها مدموزيل خديجه 9 سنوات راحت عامله فيديو وقالت بالانجلش والعربي والاسباني وقفوا بيع اثارنا المصري. وفي مده وجيزه نتفاجئ ونفاجئ الدنيا بان مصر فيها اطفال وشباب صغير وانسات وكبار بيقولوا اثارنا. عايز اعرفكم على واحده مصريه معجونه كده بقى الكل. اعرفكم على الانسه جنه. جنه تعالي جنبي هنا لو تسمح. مامتها الاستاذه منى صفوة وهي من محاضري متحدي الاعاقه، وازاي تقدر تتعلم. حيوا معايا جنه. جنه الحقيقه من الفرسان الخمسه. الفرسان الخمسه هم خمس
شباب صغنن اطفال وشباب صغنن من 9 و 8 و 12 ساعة. لا ده انت بتتكلم على 9 ل 12 و 13 سنة. والسنة الخامسة تم تقديمهم هنا في القاعة دي لان هم اصغر محاضرين في العالم. محاضري في علم المصريات. محاضري في علم المصريات وفي جنبية يقولوا معلومات انا معرفهاش. تحية كبيرة للبيت. تحية كبيرة لكل الفرسان. تحية كبيرة للأم والأب والجد والجدة. لمامة جنة أيضا صاحبة جمعية خير. اللي هي متحدي الإعاقة والقوقعة وإزاي تتعامل مع لو حد في البيت فيه متحدي إعاقة تتعامل معه إزاي. التوحد. كل هذه المحاضرات المجانية اللي بتعملها مامتها وأيضا أفعال وأعمال الخير. والآن جمعية مامة جنة على ربنا أكرمنا وعلى علاقة بأهل الخير في الكويت. وتم بعث أهل الخير الكويت بأشياء كثيرة جدا المصريين. بالمناسبة بالنسبة لجمعية خرطة الكلام ده نقطة للأستاذة. لو حضرتكم في أي حتة في النوبة تعرفوها تحبوا عمليات لضعاف النظر من المعدومين والفقراء ربنا يغني الجميع يا رب الحلال يا رب ربنا يشفي الجميع ايا من المشاكل في العين ليزك حاجات ديت لو تسمحوا في قائمه لكم بالكمبيوتر لو تسمحوا اسم رقم البطاقه بشكل منظم حلو جدول جميل وعلى الواتساب الوحيد اللي عندي في النمره اللي عندكم بتاعتي وانا ابعتها لاهل الكويت لان هم نازلين كمان خلاص قربوا ينزلوا النوبه بقافله طبيه تعمل العمليات للعينين مجانا للنوبيين وده أهل خير دول ناس نازلين مش هيكلفوا ساعه انا بقول لكم حد عندكم جمعت كل الاسماء ديت عملته جدول جميل لذيذ خلاص تبعته لي على 0105 الواتساب اهو 0105 3 4 2 7 6 0105 3 4 2 7 6 منظمة حلوة نظيفة جميلة اخدها راح بعتها للشيخ شاهين ربنا يبارك له كم الحاجات اللي اهل الخير في الكويت بيبعتوها من آلات كتبة برايل استاذة منى والمجموعة بتاعتها عملوا 50 اثر في المتحف الاسلامي في باب الخلق يقرأ عن طريق برايل او برايل للمكفوفين عملوها تطوعا ما كانش فيه كوباية كوباية الشاي نزل يعني لما كان بقى في كوبايه شاي نزل الدعدين كمان فمن غير ولا فلوس والان هم يتعاملوا مع اكثر من جهه كويس عايزين نعمل طريق برايل في متحف النوبه بحيث يقرا المكفوفين التاريخ النوبي ما على متحف النوبه ان هو يوصل لنا الداتا اثر الفلاني اربع جمل الاثر الفلاني اربع جمل الاثر الفلاني اربع جمل هاخد انا واروح بعتها للاستاذه منى هيقولوا له احنا عايزين بس الايه المادة اللي بنكتب عليها بتبقى حاجة كده مادة كده هم بيقولوا له عليها بس هو ده اللي هيكلف متحف النوم اما بقى الاخرام واما كل كتابات برايل وتتسلم هناك عن طريق حد من هنا وهو مسافر واستاذة منى بتعمل الموضوع ده هي ومجموعتها ربنا يبارك لهم مجانا الاستاذة جنة انا هطلب منها هي عملت دي قبل كده بس انا هطلب منها انها تعمل زي اللي عملته في الفيديو وتقول لنا حاجة عن وقفوا بيع الاثار وحضرتك مشكورة عملتيها ويا ريت بعديها كمان عايز اسمع منك كلمتين على شخصيتي المفضلة في التاريخ صلاح الدين الايوبي اتفضل موضوع مهم بلغة الاشارة توقفوا عن بيع اثار مصر وشكرا نستمع الان لجملتين عن صلاح الدين او قلعة الجبل لو تسمع السلام عليكم انا اسمي جنة عمري 11 هكلمكم بلغة الاشارة عن موضوع صلاح الدين من القابه صلاح الدنيا والدين خادم الحرمين اعماله بنى قلعة الجبل في المقطم في 4 سنوات من حجر الجرانيت والحجر الجيل وبنى قلعة
ومن أقواله قبل انتصاره في موقعة حطين، كيف يطيب لي الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقدس في أيدي الصليبيين. وبعد مماته لم يترك لا دارا ولا بستانا مثل الملوك، وكان يملك 36 درهم ودينار واحد من الذهب بعد ما مات. وشكرا. يعني دي خطرة من اللي ممكن تسمعوه من جنة والفرسان الخمسة هنا وفي ساقية الصاوي في حتت كتيرة جدا، فشرفونا بقى في الحاجات الحلوة دي عشان تشوفوا. وبالمناسبة لو عندك ابن أو بنت في أي سن، حتى لو كان كبير صغير بيبي، أنا عندي محمد وقف هنا جنبية وشرح فتح القسطنطينية بخريطة رسمها بالألوان. محمد عنده 7 سنوات، فأطلقت عليه محمد الفاتح. ربنا يكرمه ويبعد عنهم أي حسد، ربنا يوفقهم. تحية بقى، 3 تحيات. تحية على اللبس، على مصر. تحية للأم الأستاذة منى صفر. لو أنا كنت لما ببقى ماشي في الشارع الناس كده تتعرف عليا من التلفزيون ممكن صورة أستاذ بسام، فأنا بدوري حاسس الأستاذة جنة ممكن أتصور معاها. انا هسنح الفرصه الجميله ديت. شكرا دكتور بسام. كنت عايز اسال الاستاذ الصغير، اتفضل. اتعلمت لغه الاشاره دي منين؟ يعني ما بنقدرش نقول للعلم ان هو يقدر، العلم ما بيقدرش، ولكن كلمه شكرا من القلب لما انسان بيجي يقول لك انا اتعلمت منك حرف، وانا ضد فكره من علمني حرفا صرت له عبدا، كفايه عبوديه. من علمني حرفا صرت له صديقا، اخا، تلميذا، تابعا، معلما. لان انا هقول لك قولتي الشهيره مع الفرسان الخمسه اللي انا كتبتها على الفيسبوك يوم الايام، ظننت اني سوف اعلمهم فاذ هم الذين يعلمون. بعد 38 سنة قراءة في التاريخ أتقدم لجنة اللي اتعلمت منها حاجات ما كنتش عارفها، وأقدم لها تكريم 3 من الأهرامات الكريستال. وعايز أقول لها إن في أهرامات كتيرة جدا في مصر، صح؟ نعرف هرم سنفرو، هرم المنحني سنفرو، خوفو، خفرع، منكورة، جدفرع، ولكن اليوم نتعرف على هرم جديد في مصر اسمه هرم جنة. إذن نرجع مرجعنا سريعا للتاريخ والنوبة، وننهي في خلال الربع ساعة اللي جاية. مرة تانية آدي المسلة وكتبوا عليها إيجيبشن في لاي أوبليسك أن هاوس أوف إيجيبتولوجيست بانكس، هي اسمها. الراجل اللي أخذ المسلة وداها عنده هو اسمه بانكس، BAMKS، زي بانك كده، زي بنوك بانكس. والحتة اللي بريطانيا اللي فيها المسلة اسمها كينغسن ليسي يو كي وكينغسن ليسي. إذن إيه المانع إن أنا ما أخدش الصورة دي وأحطها على الفيسبوك وأكتب بالإنجليزي للبريطانيين نداء؟ نداء. هتقول لي أنا اللي هغير الكون يا بسام، هقول لك لا، أنت اللي هتغير الكون. واسمع كلامي، في حاجات بدأتها قد كده قد كده، وكنت لا يمكن أتخيل أنها هتغير، وإيش بقى بتغير وتغير وتغير. المبنى عامل زي السلام، يديك الشعور كده، الديزاين بتاع المنتزة وديزاين اسكندرية والهرملك والسلاملك. ومن بقى كينغسن ليسي إلى حديقة متحف النوبة. متحف النوبة لسه برضه أنا مصر، متحف النوبة لازم يخش له 30-40 مليون سعر في السنة، لان اللي جواه طول ما انت ماشي عمال تتفاجئ. طول ما انت ماشي في متحف النوبه ده وانت في الجنينه عمال تتفاجئ. ومن ضمن المفاجات اللي هتتفاجئها ان هذه الدائره الحجريه موجوده في حديقه متحف النوبه. طيب ايه الحديقه دي وايه الدائره دي؟
في 1974 علماء مصريات جايين على طريق العوينات في الجنوب العظيم، وقرروا هم يريحوا رجل، عارف انت نظام ستريتش كده، ننزل كده شويه ايه زهقنا من العربيه فينزلوا يعملوا رجليهم. فهم بيعملوا رجليهم وشوف حاجه سبحان الله، يعني الاكتشافات بتحصل ازاي. فبيكتشفوا بعض الاحجار، منها احجار صغيره ومنها حاجه اسمها مونوليث، هي الاحجار العملاقه. وبعدين لقوا خطوط باحجار عملاقه ماشيه في خط كده ومش في خط كده ومش في خط. بيذاكروا يروحوا يرجعوا يذاكروا، بس لقوا بقايا انسان ذاكروا، بقايا زراعة، بقايا حيوان، بقايا حاجه زي رعي. ايه ده؟ ايه القصه دي؟ احنا هنا 100 كيلو غرب ابو سمبل، يعني ايه؟ يعني قافله صحراء جرداء، كلمة شهيرة، لا حياة ولا ماء. لا استنى، دي كان فيها حياة وكان فيها ماء. ازاي؟ 100 كيلو غرب ابو سمبل، هذا المكان لم يكن مكتوب عليه حاجة في الخريطة. يعني قبل 1975 والاكتشاف اللي حصل بعد كده في الحتة دي في السبوت ده، بقعة من مصر في الجنوب، ما كانش في حاجة في الخريطة، الصحراء الغربية. لغاية لما اكتشفوا مين ما اكتشفوا هذه الدائرة. عشان اللي يقول لك ايه انا هغير الكون او هتغير الكون الدنيا، يعني سوري مش الكون، برضه معناه الكلام اللي انا بقوله. انتم تنظروا الى دائرة من الاحجار قدرها حوالي 4 متر، متخيلها؟ متخيل الحجم؟ هل في صورة انا واقف جنبيه عشان ندي الحجم يا دكتور؟ مش عارف كنت جبتها ولا ايه؟ اه الحمد لله، ايه ده؟ جاهزة تمام، ربنا يبارك لك. اللي على اليمين ده انا. طب وايه يعني تظن؟ لا انا هقول لك ليه انا بقول لك انا، لان في بعض الاحيان لازم يبقى في بني ادم في الصوره علشان يديك حجم الاثر لو انت ما تعرفش الاثر ده شفتوش قبل كده. تملي ايه؟ في الصور القديمه تلاقي ايه؟ راجل بجلابيه بيضه حلوه كده واقف جنب التمثال. هو تملي الاجانب زمان لما يجوا يصوروا يحطوا حد علشان يديك الايه؟ السايز الاصلي، فانت تقول اه ده مترين الا يبقى كده. القطر اللي امامكم ده يا جماعه 4 متر، يعني انت بتتكلم على دايره مش عملاق. واديك شايف الاحجار هي احجامها عامل ازاي. ولكن كما يقولوا دائما في الاثار، سايز ازنت ايفريثينج، الحجم مش ايه؟ مش كل شيء. يعني ايه بسام؟ هقول لك الجمله بقى اللي ممكن تزعل مني بعض العلماء ثم لا، لكن اهو كله بيصور وهقولها. الفائده المعروفه، كل حرف من دول مدروس، الفائدة المعروفة للدائرة الصخرية أو الحجرية التي تم اكتشافها 100 كيلو تقريبا ضرب مزوم، ما هي في الفائدة البشرية أهم عندي من هرم خوفو؟ هتزعل الناس، هتزعل الناس، بقولها وعادة. نقول تاني، الهرم أقوى معمار عرب البني آدم لغاية دلوقتي، ونفشل جميع، وتاني نفشل جميع حتى الوقت ده أنا واقف على رجلي لغاية دلوقتي أهو وبكلمكم، فده أنا أعرف إزاي اتبنى فرشوف بالتأكيد. هتقولي نظريات بقى، ما قلتناش أنا وأنت بقى، ورقة وقلم بقى، والزاوية وإزاي، وطلع الطوبة وطريقة الشلوف وطريقة الحلزونيات وطريقة الحلزونيات والمطالع في كل جهة، خد عندك نظريات زي ما أنت عايز. خلاص؟ قول انت بس كده في مؤتمر كده بتاع اثريين كده، قول لهم كيف تم بناء الهرم. بس عارف الافلام الابيض واسود بتاعتنا بتاعت زمان بيحصل خناقه في الفرح دي في الاخر؟ طبعا ببالغ يعني، بس هي الفكره في ايه؟ صعب لغايه دلوقتي ان انت في الشهور تقدر. ليه؟ في جمله الانجليز قالوها على هرم خوفو بحبها قوي، وطلبت وزاره الاثار انها تحطها على مدخل الجديد بتاع مدخل الهرم الجديد اللي هيتعمل. اطلقوا على هرم الملك خوفو للمهندس حين ايونو، ده المهندس المصري العبقري، engineering the impossible، هندسة المستحيل. الجملة دي، الجملة الجامدة دي، هندسة المستحيل. عندك أكثر من 130 هرم في مصر، وهم راحوا مركزين في ده، رغم إن في هرمات تحفة تانية. يعني أنا هرمي المفضل مش خوفو مثلا، مرة تانية تعظيم سلام خوفو محدش يقدر يلمسه، لكن أنا مثلا هرمي المفضل في مصر حاجة اسمه هرم المنحني، ده في دهشوره لو انت كنت متابع من كام يوم وزاره الاثار فتحته.
فاكرين في دهشور الافتتاح بتاعه؟ سنة 3 ده العربي المفضل من زمان، المسلسل المحضر بقى ليه؟ هو العربي المفضل في الفيلم. كده كل واحد كده ليه شخصياته كده في الفيلم اللي بيحبها. يعني انا نادة طلاية اهي من ساعة لما اتعرفت عليها وانا بعمل كم محاضرات عليها، وهي عبقرية النوبة رقم واحد، وهي عبقرية النوبة رقم واحد، وهي عبقرية الجنوب رقم واحد. معابد فعلا تعظيم سلام نادة طلاية. ما معنى كلمة نادة طلاية؟ ولماذا اطلقت على لو رجعنا لو سمحت ولماذا اطلقت على الدائرة؟ الدائرة دي يا جماعة وجدت زي ما اتفقنا انها بتقول تقريبا النهاردة بالظبط. خلاص؟ هناك وهم بيدوروا وبيبحثوا لقوا آثار بحيرة جافة. خدي بالك انت فين؟ انت في حتة من أسخن أسخن الحتة اللي في أفريقيا. الحتة اللي في أفريقيا بحيرة ايه؟ طيب هو انت بتستغرب ايه؟ هو انت مش سمعت عن حاجة اسمها كهف السباحين؟ ما سمعتش؟ طيب لما ترجع خش شوف كده برامج اللي انا عاملها فيه كده حاجه اليوتيوب كده الدكتور هلال مشكوره عملته لي اسمها قناه كده مجانيه حتى ما فيهاش اعلانات يعني هي شايله اعلانات منها اسمها قناه اليوتيوب المؤرخ بسام الشمال هتلاقي في برنامج عامله على النيل الرياضه لو لقيناه ده لا لو انا لقيته الرياضه من سنين وبينت في بعض البرامج كهف موجود في الصحراء الغربيه اسمه كهف السباح وبالانجليزي اسمه كده اسمه سويمر سكيل وده لان مرسوم على الكهف ايام انسان الكهف المصري صور لبني ادمين وكانهم بيسبحوا ايه في الصحراء الغربيه لا اولا نمره واحد الجو مختلف ثانيا انت كنت بلد مطير لغايه حوالي 10000 قبل الميلاد بلد مطير لحد 10000 ولو رحت بصيت على جبل زي بني حسن في المنيا هتلاقي الاحجار المدوره دي عليها حاجه اسمها الاوكسيدايز لاير المأكسد وده دليل على ان لازم كانت تنزل ميه عشان تعمل الطبقه دي حته دلوقتي ما فيهاش ميه فاكتشفوا ان هذه البحيره جاف بالاسبانيه بلاي اطلقوا عليها منطقه البحيره بلاي نبتة لان هذه التسميه النوبيه للجبل جبل نبتة هناك وخد بالك ده غير نباتة يبقى إذا النهاردة تعلمنا حاجة في حاجة اسمها نباتة ودي مملكة رهيبة نوبية مكانها الآن في السودان بس دي اسمها إيه؟ اسمها مملكة نباتة ف بي مش نباتة نباتة دي اللي حضرتك بتحطي له ورد وبيطلع ورد ده اسمه نباتة خلاص إنما هي لازم نباتة ولازم ف وتطلع هوا من بقه هو بقى تطلع بقى في وش اللي قدامك بقى مع انت وتصرفك بقى خلاص مع كل حماسك يعني طيب يبقى نفاء طيب وده عندنا في جنوب مصر العظيم نابتة بيه بقى بيه فور بوي بيه فور بسام انا عارف ده بس عشان كده انا بشرحها ان احنا عندنا الحته دي شويه كلنا خلاص كلنا بتقول يعني خلاص يعني ايه ودلنا برضه غراب شويه في الحته دي يعني ايه يقول لك بنسل بنسل انت بتقول بيه قولها بنسل احسن خلاص يقول لك بيس يا مان طب بيه بلاش قول سلام لو مش عايز تقول بيس قول سلام بس ما تقولش بيس خلاص بيس يا مان سلام سلام حلو كلمه حلوه سلام مش احلى من كده كلمه صح؟ فاذا نبتة بلاي الله على الاسم حتى الاسم ده صوت فاهم كده ايه دراماتيك درامي قوي في نبتة بلاي اكتشفوا بقايا منازل والمنازل كانت عباره عن نص دايره نفس فكره الاسكيمو بس الاسكيمو بيعملها بالايه؟ بالتلج ما ينفعش بقى عشان انت بلاي تتعمل بالتلج طبعا. كويس؟ لغايه هنا ايه؟ تمام اللي جاي عايزك تركز في حاجه. نبتة بلاي ذات نفسها هشرحها لك واللي انا هقوله دلوقتي. ال 15 منزل اللي لقوا بقاياهم من ضمن البقايا لقوا كل خمس منازل في خط مستقيم. اول تنظيم مدينه في الدنيا. مش مدينة مدينة لكن مدينة خلاص أول عدم عشوائية يا فندم أنت بتتكلم في ناس قالت 4000 وي وفي ناس قالت 7000 بتتكلم على السنين عوام وفي ناس قالت 11000 وفي ناس قالت عاش البشر في نبتة بلاي من 16000 عام فلو سيادتك بترجع للآثار ديت اللي هي ممكن تبقى 4000 ل 6000 يعني أنت بتتكلم على في ناس في الجنوب المصري قبل ما تسمى النوبة قبل ما يبقى فيه كتابة
اسمها الكتابه النوبيه، قبل ما يبقى في كتابه اسمها الكتابه الهيروغليفيه، قبل ما يبقى فيه هرم، قبل ما يبقى فيه مسله، قبل ما يبقى فيه هيروغليف. خلاص؟ قبل توحيد القطرين من اصله. يسطع يسطع شخص جنوبي ومجموعه من الجنوبيين في مصر ويؤسسوا لحضاره هنسميها حضاره مصغره يا سيدي عشان ما تزعلش. خلاص؟ ولكنها سيفيلايزيشن. ليه؟ اتفقنا في الاول خالص تعريف السيفيلايزيشن كان ايه بالنسبه لي؟ مجموعه من البشر مع بعضهم بيبتكروا حاجه مش موجوده، فاكرين؟ معلش هو معلومات كتير النهارده بس انا بفكر. فيخترع هذا الجنوبي العبقري اداه اله. اولا عمل يعني ايه عالم عشوائي؟ شاور لي كده على مكان كده في ثلاث اربع احياء في القاهره فيهم 15 بيت كل خمس بيوت على خط واحد. وانا بكلمك على حضاره بقى لها كذا الف سنه. ثانيا اكتشفوا ان نبته بلاي هذا المكان لم يكن مكان للمعيشه الدائمه. يعني كانوا الناس يجوا يعيشوا ويرعوا ويجيبوا الحيوانات والغزال اللي بقى لها غزال. لان في نبته بلاي تم اكتشاف بقايا غزال. خلاص؟ اه فيبقى عندك راعي، عندك صيد، عندك بقى حاجات كتيره تانية. واخد بال سيادتك؟ فالعجيب في الامر ان انت تكتشف ان الناس دي منظمه جدا. خد بالك خد بالك اين كان العالم في ذلك الوقت؟ بس حته كده مقارنه عن ماشي انت لحد ال 1800 ده انا اتقال في انجلترا كده من واحد انجليزي كان المراه تباع الزوجه بعدد من الشلينات الانجليزيه لحد اوائل القرن العشرين. واحد طالع بمراته ماشي في الشارع، واحد تاني شافها، اشتري منك مراتك بخمسه شلين واثنين مش عارف ايه، اتفضل. مش بهزر. ده كلام موثق. فين؟ 1800. بكلمك ايه هنا؟ بكلمك بيوت. بكلمك حدود. بكلمك تنظيم مدينه. بكلمك عالم عشوائيه. بكلمك عبقريه في الرعي والمياه وانتظار المطر عشان يملى البحيره البلاي. استنى شوف الجمال. وبعدين لما الميه تخلص يروح راجع على نهر النيل 100 كيلو. خلاص يروح راجع تاني لما المطر ينزل. والمطر كان موجود في نبته بلاي سيزن. يعني ايه؟ يعني موسم موسم. الله على المطر. ايه ده؟ الذمه اكتشاف زي كده ما يدلش الدنيا. في الوقت الناس كانت عايشه بالجوب هناك لسه في الابيار عايشين بالجوب فوق. الست ماشيه مش لابسه والراجل ماشي لابس يبدا في دماغه ما تفهميش ولا لابس ايه بالظبط. انا اول مره يعني هناك مع بلاش والله. عايز اقول لك انا من كام سنه برضه فاهم ازاي؟ يعني نبدا فلاير اول